صباحكم فل وورد وياسمين، صباحكم دقلة وحليب. إن شاء الله يا رب نهاركم من أسعد الأيامات. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شوفوا نهير اليوم أحلاه، نسمة الصباح تهبل تقريبا، توا البنات 7 هيك 6:30 هيك 7 حصيلوا فزينا على بكري. وليت نحب برغم انه صيف والصغار قاعدين وكل شيء، اما حبيت نولي نقوم بكري بصراحة. كي نصبح راقدة البنات نعدي نهار كامل، واني نبدأ مانيش مرتاحة بكل، ونبدأ متقلقة. نتصور اي واحدة فينا هيك نتصور اي واحدة كي تقوم بكري هيك تكمل شورة على بكري تبدأ مرتاحة هكا بعد تاخوك القيلولة صغيرة، اما كي تقوم مؤخر بالحق تبدا فاده قلقه، مش عارفه مكش عارفه منين تبدا في الدار وتطيب صغار. بصراحه ما خيرش من قومين بكري. قمنا بكري انا وسلمى، وكنت اول هني البنات 7، اخواتها مازالوا تجار راقدين باش يقوموا هما يمشوا للكتاب. كما قلت لكم البنات برشا سالوني اللي في مساكن وين الكتاب بحدا داري البنات، علاش اني نستسهل فكر حاجات بحدا الدار، خاطر من الجمش البعد الحق من الجمش. لازم حاجة بحذا داري، بحذا داري لهني هيك مش بعيدة عليا، فما روضة كل صيف يعملوه يعني هيك نادي متاع قرآن. سألت عليه صاحبتي الحق هي اللي دلتني عليه وفرحت انه هو بحذا الدار. حاسيلو هزيت ليهم سالم وأنس يقراو 2 و3 و4. شوفوا لهني لبناتك الفلة كيفاش عملتك الحشيش هكا كل لازم يتنحى، لازم يتنحى. وعرفتوا خاطر يجبد فك المي، كان تصب مي ولا قوة لي في التراب، وكل خاطر احنا حاطين حاجات في التراب باش تقوي التربة، كل تحس هو اللي قاعد يشرف فيها. راجلي قال لي مزيانين هكاك مستخضرين، الواحد مستخضر معناها، اما قلت له ليه راه ماهوش باهي لازم يتنحى. حاسيلو ريحة الفلة كيما نقول لكم، والله يا البنات كل فيديو نقول لكم ريحة الفلة مش نورمال. يا ريتكم بحذايا هيك وقاعدين مستمتعين معايا. هكا هو فترة الراحة في ساعة عديت، قمت من بعد للصغار هما مشاو للكتاب، واني قلت خليني نغتنم الفرصة ونخمل الدار خاطر بالحق تستحق تخميلة كيما نعرف اني، خاطر اني ليمات هذه الكل تقريب لبنات نصف ساعة بالحساب نمسح فيها الدار كل يوم. منش عارفه العمل اللي فات منش قاعده نمسح كل يوم، فهمتش توا علاش برشا غبابر، ممكن مازالت الطقس مازال مش راكح، برشا غبابر. نقوم الصباح والله البنات من نجمش حتى نحط ساقي على القاعه، يعني من كثر الغبره مش عاديه، ما فهمتش شنو هي الهدره. الحاسي لو اغتنمت الفرصه هما كما قلت لكم خرجوا، قعدت بحذايا بطبيعه سلمى، هيا قلت خليني نجبدك الكنبيات نلم تحتهم. كما تعرفوا بيت القعاد اكيد وراها باش تلقى كل شيء، شكاك التراب لعب كل شيء تلقى تحتها. نفضتك الكنابيات، منش عارفه الحق نعمل تنظيفها متاع العيد والا لا. كما تعرفوا العيد ما نعديش في داري، معناها نهار بحث دار رحمتي ونهار الاول معناها الصبحيه في دار رحمتي، بعد نمشي لدار بابا، بعد نهار الثاني كيف كيف في دار رحمتي نتلموا. معناها العيد بالنسبه ليا ما نعمل لك التنظيفه كل شيء وبعد ما نقعدوش فيها، مانيش عارفه الحق نعمل تنظيفه ولا لا. خاطر احنا في المسانسين في العيد الكبير نذبحوا في دار رحماتي، معناها في وسط دار رحماتي يذبح راجلي كل شيء. سني قلنا بلكش كي عملنا القاعده في التراس بلكش نذبحوا في التراس عندي، كان صحنا باش نذبحوا في التراس ونعمل تخميله معاكم للكوجينه الفريجيدير لكل شيء، معناها كان عملنا في دار رحماتي هكا الحوسه تبقى في دار رحماتي. وعنا مشكله البنات في العيد الكبير ديما عنا المي مقصوص، والله البنات رسمي كل عيد كبير المي يتقص عنا. تصوروا نتوما حوسه الدواره وحوسه الحم وحوسه كما تعرفوا معنا عيد الكبير وحوسته ويقصوا علينا المي، يعني لازمنا فك في دار رحمتي على الماجل وكل. حاسلو تو هكا ليمات مازال تو نشوفو مع بعضنا، خاطر برشا يقولوا لي سيرين ابدا معنا في تنظيفات العيد. حق ما عنديش حاجه كبيره، هاكم شفتوا ليمات اللي فاتت الكل دهنت البيت، عملت تنظيفات الصيف معناها ما عنديش برشا، دهنا البيت مع بعضنا وخملت البيت وركحت كل حاجه في بلاصتها، ريدوات تغسلوا كل شيء تعمل لك، علاش مانيش
معاملة حاجة كبيرة في العيد، كونش الكوجينة كما قلت لكم تحبوا نتنشطوا مع بعضنا، نتنشطوا مع بعضنا في الكوجينة. حسيلو خلينا في فيديو متاعنا لليوم كما قاعدين نشوفوا في البيت. بدأ زيتك الكنبيت متاعها، لميت وراها وكملت لميت حسيلو. هاكم تشوفوا بيت معناها كيفاش وقداش فهد فاش خرج منها. هاني مخليتهم على راحتهم البنات، اصلا وليت معاش نركز معاهم برشا، خاطر اذا باش تركز برشا في نظام دارك راك والله تتعب ياسر. اني كنت البنات في مرحله اني كنت موسوسه، ممكن برشا باش تقولوا لي حد انت التو موسوسه معناها تحب كل حاجه هيك في شاده بلاصتها، صحيح البنات، اما ما عادش نركز. قبل ما نقعدش صباح وليل ما نقعدش، واصلا نبدا على اعصابي، كي تبدا حاجه داخله بعضها على اعصابي. توا نعمل عين رات وعين مراتش. جاني مساج من عند متتبعه قالت لي يا سيرين اني في العاده ديما حاركه في الدار نتبع فيك اللي تعملوا انتي نعملوا اني، وديما حاركه من نوعيه اللي نحب نسيل اللي تنظف دارها وديما مخمله دارها كل شيء. قالت لي لكن كما تعرف عندي الصغار، هي عندها زوز صغيرات، قالت لي كما تعرف الصغار معناها ما يخليو حتى شيء، اي حاجه تو نخملها راهي ترجع ديريكت بالوقت. قالت لي المشكله وين، قالت اني من الصباح لليل واني نخمل من الصباح لليل. قالت والله اللي نقعدها جمله لاني معناها لا نلقى وقت باش نقعد مع راجلي لا حتى شيء، الوقت اللي نقول باش نعديه معاه هكا نمشي نخمل فيه نعرش اي حاجه في الدار ونستغلك الفرصه يبداو صغاري بحذبوهم. قالت مره كيف العاده قمت ما عندهاش برشا معناها الحكايه هي تحكي لي فيها. قالت لي يعني خملت الدار نظفت مساحته وكل شيء. قالت لي عندي باب داري يظهر فيه الوسخ، فهمتوها باب الدار والا باب نعرفش عنده بورتفينيتر ولا حاجه كيما هيك، اكيد عنده المنيوم خاطر هو اللي يظهر فيه الوسخ. قالت لي صغاري ما نعرفش كيفاش هزين هزوا جو ولا شنو كبهوا لي على الباب وبداو يمسوا ويعاودوا الحيوط اللي بحذا الباب هكايا، والباب ديجا قالت لي والله لا يتشاف حتى على القاعة معناها كابين وكل شيء. قالت بالزهر جاتني حماتي ما جينيش في العادة، قالت لي هوكا مرة بعد قديش كي تبدا متعدية تعمل عليا طلق. كيف جيت قلت الدار قلت منظمه وكل شيء والصغار نظيفين واني نطيف الفطور وكل، جست قلتك الباب ما فقت بيه كان بعد ما خرجت هي. قلت كيف معناها روحت وكل، عاد بدات تحكي معناها لبناتها كما قولوا وسلفاتها ومشيت على غفله وهكا وما هيش ليه هي بدارها ودار الذبان معناها خاطر البنت كبولها عصير كما قلت لكم. قالت لي غلطتني في روحي على الاخر اني من الصباح لليل واني نخمل، جي في لحظه يعني عرفتوا في لحظه كل شيء يطيح في الماء. وليت معناها من نوعيه انه اني مانيش رد بالي على صغاري، مانيش لاهية بيهم، مانيش لاهية بداري، ولدها عايش في الوسخ، ولدها عايش في الذبان. قالت لي بالحق يعني تعبتني الحكاية، أصلا وليت ما عادش مركزة جملة، وقلت أني ألي بها الفايدة رد داري هكيك ما عادش يهمني. أني رديت عليها لما حالة، أما جست حبيت معناها نوصل ميساج لنسي اللي عندها توسويس، مش توسويس معناه فيك انت، يا توسويس قدام العباد معناه انه لازم كيف يجيك عبد يجي يلقى الدنيا كل منظمه، راهو ما تصيرش، ما هيش باش تصير. علاش البنات؟ على خاطر الكلنا عنا صغار والكلنا نعرفه والكلنا لازمنا نعذره. يعني اني ما كيفش نمشي بحذا حد، خليت داري زعما نظيفة كل حاجة في بلاصتها، كل حاجة شادة بلاصتها، كل حاجة تشعل شعلين، كل حاجة يعني مصيقتها مخملتها من تراكنها لكل شيء، زعما اني هكاك ماني حتى اني خليت داري داخلة بعضها كيف بدلت لي ولصغاري خليتها داخلة بعضها كيف جيت بحذاك، اكيد ما خليتش الدار تشعل شعلين، اكيد حتاني عندي حاجة معناها في داري ماهيش راكحة، معناها مش باش نستنى انك باش نجي بحداك باش نلقى كل حاجة تشعل شعلين، خاصة كي تبدا فما صغار. اني بالنسبة ليا والله البنات كنت عندي توسويس، توا وليت ما عادش نركز بالكل،
جي حد على غفلة ولقيت الدار داخلة بعضها حاجة بالحق نحسها حاجة ما تخصنيش، على خاطر لو كان اني جيت جي بيدي وعندي الوقت وصغاري ما همش على ايدي معناها وعندي الوقت، والله كان جيت شاد الفرش وراقدة نقوله، اما مدام صغارك على ايديك لا هي بيهم ولا هي بين الماكلة، وتعرفوا البنات صغار وعركهم وكل شيء، يعني باش لقاك حايسة. وقبل وقلناها انه الماعون اللي يبدا موجود في الدار مقدس هكاك، راهو انت قاعده طيب وتوكل في صغارك، الدار اللي قاعده حايسه راهو فما صغيرات قاعده تلعب، ما نجمو زاد صغار نربطوهم ولا ما نعرفش، ما فماش هذه صغير يتولد حاط ساق على ساق وقاعد يقرا في جريده ولا يشرب في قهوه، ما فماش صغار الكل تفرط، صغار الكل تحب تكتشف، صغار الكل يعني انت في دارك تعمل حاجه وترجع حاجه. بليلة هني حبيت نوريكم البنات الكتب اللي نشري فيهم لسالم، قال لي امس بركه واحده في التعليقات قالت لي ما وريتنيش، راني البنات ما عنديش كتاب معين معناه لسالم، قال لي نلقاها ناخذه، فما هكايا متاع جسر النجاح تحفون ناخذ فيهم لسالم، وكل مره والله منين ناخذ، مره من المكتبه مره ما كنصب متاع السوق العاديين ديجا قبل ديما نصور لكم فيهم، وقال لي في نصب متاع السوق ارخص، اما المشكله مثال اني اللي الكتب اللي في نصب هذوكم الكل شريتهم تقريبا، لوش شنو نلقى اخر ما لقيتش، اما راهم ديما ارخص نصب ارخص. برد هذه كل مشيت للمكتبه كما وريتكم خديت، منجمش نعطيكم كتاب معين على خاطر اني قاعده ديجا نجرب، معناه مازلت مانيش عندي كل حاجه عجبتني هاكا كل مره نقري في كتاب، وزيد البنات كل مكتبة وكيفاش، فما مكاتب ما تبيعش النوعية هاكية، فما فهمتوا هكا علاش انتي تمشي لأي مكتبة قولها اعطيني اي، اخر مرة مشيت للمكتبة قلت لها بحذا داري قلت لها اعطيني كتب متاع تحضيري متاع معناها صغار مشينا سنة اولى، مدت لي برشا انواع في الماء في الرياضيات وفي الحاجات معناها انشطة ثقافية ولا كيفاش، فهمتوا البنات وفك التعبير الشفاهي وفك الانتاج كتابي، اعطتني برشا متاع تحضيري، انتم اسهلوك هاو نتصاو تلقاو برشا بحذيكم، والا في نصب اللي في السوق زاد تلقاو مرخاص. حاصلوا البنات حبيت نقول لكم راه ما فماش حد مثالي، بلي باش تجري هاكم حتى تشوفوا في روتينات في القنوات، بلي باش تجري راهو ديما فما حاجات ناقصه، مثال اني تو في بيت الاولاد هكا خملتك اللي تجريت خملت لعبهم، كي نحكي لكم البنات كانوا فوق قلبي، وين تمشي تلقى الجوي وتلقاهم داخلين بعضهم، هاكا نظمتهم والله يمكن تقريب ساعتين بالحساب، واني نظم فيك الجوي، نظمتك صندوق الموف، نظمتك عندهم صندوق في النوار زيد نظمتولهم، نظمتك صندوقك من كل تب دنوي، خملت كل شيء، ولا مازال عندي الخزانه داخله بعضها بطريقه مش عاديه، على خاطر كنهار سالم انس خرجوا من الدوش ديريكت مشاو باش يمدوا تبشهم، فرتولي الكل مستنسه خزانتهم، والله البنات ما نتفقدهاش بالكل لا شتي لا صيف، مره بعد قديش ممكن فماش مناسبه هيك نعملها التفقيدة، خاطر على ايديا وكل حاجه شاده في بلاصتها، وديما تبشهم يتغسل معناها ديما منشور باش هكا علاش ديما منظمه هي كما تعرفوا الصغار في النهار زوست بادل، اما دخلها لي بعضها ما نعرفش انس ولا هو سالم، حصيله لازمني نعمل دوره يمكن قبل العيد، نعمل دوره على الخزانه نتاعهم وعلى خزانه بيتي زاد على جلاس بيتي، معناها ما فماش حاجه مثاليه، واني صبحيه كامله نعمل في البيت ركحت هذوما الكتب والجوية كله مازلت عندي الخزانه، معناها مش لازم انك تكمل كل شيء في نهار، راهو والله لا تنجم ولا تخلط ولا توصل، وحتى لو كان جاك حد ولقيت الدنيا داخله بعضها عادي جدا، مادام وراك صغار راهو ما فماش دار تتنظم، ما تحط شيء في بالك وارجع الريتم بتاعك، مساج اعمل مقدورك باش تبدا نفسيتك مرتاحه، مش على خاطر حد ماكش تخمل في دارك على خاطر حد اني هاواني البنات والله اللي يجيني حد ولا يجيني ضيف ولا معناها الضيوف يجوني معناها عرفتوا كلي يكلموني، مثال دارنا باش يكلموني اصحابي يكلموني، حماتي زادة ما تطلعش الحق معناها كي مش نابط خاطر يقلقها الدروج وكل شيء، مره بعد قديش تطلع مثال كي تجيب حذايا ما ولا حاجه، يعني ما عنديش الضيوف ونخمل داري على خاطر نفسيتي، نخملها على خاطر نفسيتي، ما نطيقش
منطقش، معناه اني مش منطقش داري داخلة بعضها، منطقش النهار نقوم وكل ما نعمل شيء ما نجمش، نحس نفسيتي تتعب ريتو حتى صبحية ما نخملش وما نقضيش وما نطيبش، في العشوية نطيب ونقضي ونعمل، وكي نقعد نهار البنات نخرج وما نعمل حتى شيء صدقوني نبدأ البرة ونبدأ نخمم في داري، هيك هيك استانست سبحان الله، نفسيتي ما ترتاح إلا ما داري تبدأ نظيفة، يعني أنا مانيش قاعدة نخمل على خاطر حد أحد، ولا عندي قلت لكم ضيوف ولا عندي حد يجيني، حتى اللي باش يجيني معناها حماتي ولا دارنا معناها ما مش باش يقلقهم، أنا حتى وكان نلقاو دنيا داخلة بعضها يعرفوا على خاطر أني نهار وطوله مع الصغار. كيف كيف أختي العزيزة، خليك على طبيعتك، خليك تعمل حاجة اللي أنتي مرتاحة فيها، عندك جهد باش تخمل دارك، عندك ما عندك الجهد تلهي بصغارك، هذيك أول نقطة، هيك أول حاجة معناها هذيك اللي باش تلقى خطر الصغار هكما كيما نقولوا هذوكم النبتة اللي باش تزرع فيها البذرة اللي باش بذرة اللي زرعتها هذيك النبتة هيك اللي باش تنبت لك كيما نقولوا، أما الدار هي والله القضية لا توفى، ما نحبكش يمكن خاطر كلمات العباد وكل شيء، مهمك في حد حد بالحق، مهمك في حد حد، ما فما حد حد فينا مثالي، حتى حماتك قبل كي كان عندها صغار ما نتصورش كانت مثالية معناها في قضية الدار، والكلنا كيف كيف، الكلنا البنات كيف كيف، خاطر ساعات نشوف التعليقات يقولوا سيرين كيفاش دارك تقعد نظيفة، احنا البنات تقعد نظيفة كان وقت اللي تصوير وكهو، ومن بعد راهي ترجع، نرجع من غدوة ننظف ونخمل معاكم ونعمل معاكم في روتين، كان جيت بداري ما تتمسخش وما تتفرتش راني ما نعملش معاكم في الروتينات هكا هو. الحمد لله وكهو، ربي يعطينا صحة صح الصحة وربي يعطينا طولة البال يا ربي، تو بريود وبريود والبنات صدقوني الايامات هذه الواحد تو معناها كيما نقولوا يتوحشها، نهار اخر باش يجي نهار والصغار تكبر، باش يجي نهار كل صغير باش يشد بلاصتو، باش يعرس باش يخرج، باش تقعد وحدك الدار اللي كنت تخمل فيها كل يوم، باش يجي نهار وتقعد بالشهر كيف ما هي وما تتخملش وما تتمسخش، والحاجة كما حطيتها تلقاها، يعني البنات كل مرحلة لها وقت، كنشوفوا والدينا كيفاش معناها حتى هما ربى وتعبوا وصار معاهم اللي قاعد صاير معانا، وبعد راهو بشيوفة كل واحدة شدت بلاصتها، كل واحدة تعرس، الأولاد كيف كيف يعرسوا ويبنيوا حياتهم، مش تقعد الدار فارغة تتمنى هيك صغير يفلت لك حاجة وانتي تخمل، حبوا حياتكم كيف ما هي، وحبوا كيما يقولوا يعني حب الحاجة اللي انتي تعمل فيها، ميهمكش في كلام الناس، يعني انتي كي باش تعمل حاجات هذوما راهو على خاطر روحك مش على خاطر الناس وشنو يقولوا عليك، هكا هو البنات جستك حاجة هيك صغيرة حبيت نوضحها لكم، خاطر برشا يمكن فاهمين انه كي يشوفوا هيك فيديو الا قناة كيفاش الدنيا هيك مرتوبة وكل شيء، مش حتى نحكي عليه البنات، اني هاو كنوريكم كل حاجة على طبيعتها كيفاش كانت وكيفاش ولات، اما فما فيديوهاتك تشوف الحاجة هيك على الاخر معناها منظمة على الاخر، ما مش نرمال ولا غلطة، راهو ما فما حتى حد مثالي، راهو والله لا فما حتى حد مثالي، حصلوا البنات بعد ما كملت خملت الدار في ساعة كملت خملتها، كملت وحدي البيوت، بقيت البيوت ما كملت صورت معاكم باش الفيديو ما يطولش، ومشيت من بعد للمرشي خديت شوية خضرة، وخديت شوية سكومبري، لقيت سكومبري خديته و اللهم رسول الله، وخديت سردينة، المرة اللي فاتت وقت شريت السردينة عملت معاكم مكعب سردينة، عاد برشا قالوا لي راي سيرين كله منفعة، سيرين كله شنو فيه هي اوميغا 3 وحاجة كيما هيك، كله منفعة كله فيتامينات كل من احسن الانواع متاع الحوت، هيا قلت كل ما نجي قدامي هيك سردينة تنشريها، يعني راجلي راهو البنات والله ربي هدية ما ميتيقش ميتيقهاش، هاكا شفتو كي نقليها ولا باش نطيب بيها مستحيل ياكلها، كيفاش نعمل نولي نعملها مكعابر كما شفتوني، والا باش نعملهم اليوم هكا عملتهم معاكم، يعني شنو يتسميه هما يا ربي، يعني سردينه محشيه فهمتوا، المره اللي فاتت عملتهم مكعابر، المره هذه باش نعملهم هيك الطبقه متاع سردينه ونحط فيها الحشو ونغطيها بالسردينه، تون نعملها معاكم ان شاء الله غدوه،
هات الفيديو باش يطول عليكم اليوم. اما قلت خلي نقص على روحي البنات نحيلو كل نقشرو ونحيلو كل اسمه هو ذاك السلسول متاعه هذيك الشوك هكاي نظفو ونرتاح عليه، خاطر كما تعرفوا السردينه ما يعني لازمها تنضاف فيسع وتتخبى كمش تخباها ولا تستعملها خاطرها صغيره. الا محال خديتها كالغليظه شويه المره اللي فاتت خديتها بدينار، قلت لكم راهي بدينار فما برشا بيت وقالوا لي كيفاش بدينار. راهو البنات ساعات يجونا هكاك فورس معناها في المرشي تاخذ الحاجه رخيصه. اليوم مثال خديتها ب 4000 والمره اللي فاتت خديتها بدينار. حاصلوا تو غدوة البنات نوريكم شنو طيبت بها. وكا هواني هيك نكون وصلت بكم لاخر الفيديو لهني الصغار روحوا من الكتاب هكا شدوا جنبي باش نكمل نطيب الفطور وندخل نرتاح، والعشيه الحق خرجتهم تفرهدوا شويه. وكا وكا كان نهاري لليوم، بوسه كبيره ليكم الناس الكل، وعلى خير وبسلامه ونلقاكم في فيديو اخر ان شاء الله.